عدد ضحايا زلزال المغرب لا يتوقف، فالحصيلة وفق إحصاء غير نهائي اقتربت من 3000 قتيل وتجاوزت 2500 جريح. حتى اللحظة لم تتوقف المبادرة الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت عشرات الشاحنات والسيارات إلى المناطق المتضررة محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية. وفي استجابة سريعة أعلنت الحكومة المغربية إطلاق برنامج لإعادة إعمار ما دمره الزلزال وتأهيل المناطق المتضررة بشدة، بحسب رئيس الحكومة الذي قال إن السلطات تسعى لإيجاد حلول تؤوي السكان الذين فقدوا منازلهم، فضلاً عن ترميم وإعادة بناء نحو 500 مدرسة إضافة للمراكز الصحية والطرقات. وضمن مساعي الإغاثة والدعم المقدم للمغرب عربياً ودولياً، قالت السلطات الجزائرية إن 3 طائرات محملة بمساعدات وفريق إنقاذ تنتظر الضوء الأخضر بمطار بوفريك العسكري جنوبي العاصمة للإقلاع نحو المملكة المغربية ومساعدة متضرري الزلزال. وفقاً لمصادر رسمية، فإن السلطات العليا وجهت بشحن مساعدات وإرسال فريق من الحماية المدنية إلى المغرب بعد إعلان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قبول المساعدات التي عرضتها الجزائر.